طبعا هذا سؤال وايد حلو دكتورة. ترى دراسات كلها تقول السبب الأساسي حق أمراض كلها اللي موجودة في العالم هي السمنة نمبر ون. زين، السمنة تسبب أمراض القلب، تسبب أمراض الكلى، تسبب أمراض في الكبد، تسبب أمراض كل، حتى الشين قالوا هم لها علاقة بالسمنة، غير طبعا مرض السكر، غير أمراض أمراض القلب، الضغط، كلهم لها علاقة في السمنة هذه. فشيء أساسي إن نعرف إن ترى إذا سمنوا هم صغار راح نسبة الأمراض هذه تعلى عندهم. بالإضافة إلى مو بس السمنة والأمراض هذه، عوامل الشيخوخة. ترى الجيل الجديد اللي عمرهم أول 50 سنة شكلهم أصغر من اللي حين عمرهم 40 سنة بسبة السمنة وسبة الأكل هذا. والله بنشوف بالعشرينات طالبات بالعشرينات أشكالهم 50 يعني أكبر من صغار الجسم وايد وبشرتهم تعبانة. طبعًا صح. يعني أنا يعني أعيد على كلام هبة، في إحدى الدراسات اللي موجودة حتى إذا المشاهدين يبون يشيكون على الإنترنت يسوون لها أي سيرش، بعض الإحصاءات ودراسات تقول أن أعمار الأطفال أو الجيل الحالي والجيل المستقبل أو الجيل اللاحق خلينا نقول راح يقصر عمرهم لايف سبان عن جيلنا إحنا. يعني ما راح يعمرون، ما راح يعمرون باختصار شديد، بالعامية ما راح يعمرون، يعني اهاليهم عايشين واسم الله عليهم هذيل تلاقينهم. لان لما درسوا يعني اعمار الناس المعمرة لقوا بالفعل يعتمدون على الاشياء الطبيعية وعلى الاسماك وعلى القمح والاشياء الطبيعية. الان استاذتنا شيماء، بما انك يمكن بالفعل درستي اعلام ويمكن قاعده تشوفين بان الطفل اطفالنا يمكن هم فريسه نوع من التناقض احنا قاعدين نعيشه، في الوقت اللي مثل استاذتنا هبه قاعده تسوق وتقول اهميه الغذاء الصحي، والامهات ايضا يقولون اهميه الغذاء الصحي، نفتح هذا ينزل الاعلان بسرعه، نفتح الجريده نلقى بوسط الجريده محطوط اعلان الوجبات الثانيه بشكلها اللي يعني الشيء يشوق اللي يخلي حتى الكبار تقول إيه والله خوش رسمه يعني، وهم يقصصون الطماط لنا بالوان هذا يعني هو يصدق منه، يصدق امه اللي يحبها. اوكي يحبها. على فكره ترى الاكل اللي يطلع بالاعلان ترى مو صجي. ها اوكي، انا شاركت في بدعاياتهم في امريكا في بعض المطاعم هناك، كان يقعد هم يصورون أوكي. ترى كله مو حقيقي، حتى البرجر اللي حاطينها مو صجيه، يكون سيليكون عليها رش وعليها ما ادري شنو، حتى كل شيء عشان تلمع، حتى الساندويتش تلقينها قاعده ساعتين ثلاث مال الديكور، يعني مال الديكور ديكور اكل، تعدل السمسم تخيلي تعدل السمسم فوق الساندويتش اللي نفس اللي قلتيه، للوعي اللي انت قاعد تبتينه وللوعي او الاعلان اللي تقدمه نفس الوجبه بعد شوي، الطفل ما بين الاثنين يعني يصدق منه ايش يسوي؟ ترى الان يعني مسؤوليه كبيره بالفعل. طبعا اي هو رقابه، بس الرقابه يعني ان وجدت في بيت مو موجوده في بيت ثاني. بتأكيد. يعني الحين انا اربي عيالي على قيم او على عادات معينه او على ثقافه معينه او على نهج معين، صحيح، يشوف نفسه او تشوف نفسها أنا ليش أنا كذي؟ كلهم ربعي مو كذي. صح. باختلاف شنو الموضوع؟ إنزين. يعني هل أنا صح وهم غلط؟ يصير فيهم نوع من الصراع. وهذا أنا في تراوالي مش على مستوى فقط الأكل. على كل حتى الممارسات. إنه على الأقل ولدي لا يظل يحس إنه وهو بعيد عن الناس ومختلف عنهم في هذه الحياة. هني عاد يجي دور الأم أنا أعتقد. الكثير من الأمهات يمكن يقولون والله أنا شو أسوي وهو يحن؟ لا والله أقدر، حتى إحنا عيالنا يحنون بالبيت. بس أنا ما أدخل مثلا السودا عندي بالبيت، أخلي بداله ووتر موجود في الثلاجة حتى يفتر الثلاجات كلها ما يلاقي هالشيء، فأنا أقدر شوية أسيطر يعني. مريم اللي يستغرب منه واللي شفته وايد عندي يعني لما يجون العيادة، الأم تشرب السودا وتشرب المشروبات الغازيه والطفل لا وتبي يضعف، اقول لها ما يصير يشوفك. إيه يعني اذا لازم البيت كله يكون ممنوع من هالشغله، تبين الطفل انه يوقف عن هالشرب هذا ولا يقدر، لازم ان انت الام تصيرين قدوه له. البيت كله مو موجود فيه الكاكاو، البيت كله ما يكون فيه مشروبات غازيه، بس جزء اي وجزء لا، ولا طفل ولا لا انا ثاني ابي يسمن، هذا ابي يضعف. زين هذا اللي يسمن، هذا اللي يسمن، هذا اللي يسمن عادي جنك فود، لا مو عادي جنك فود، على الكل النظام هذا على الكل. هذه للاسف اللي تلقين الام تكون صراع، لا انا هذا يسمن ما عندي مشكله، هذا بيضعف
مية عارفة شو تسوي. أنا ذكرتيني مرة في حادثة كذي، بنت قاعدة، هما ثنتين خوات، وعند في الفود كورت في إحدى المجمعات، ففي واحدة من البنتين ماسكة الأم وتهزها ترقل ترقل تبكي وكذي تبري لها تخضري. فأنا بلاقة شف طبعا دائما أحب أسمع هالمواقف هذه، فقربت شوي كني ما أسمع، ولا ليش هي ولا الأم توها طالبة حق أختها وهي لا. لا صعبة. كان تقول لها ليش هي. فأنا ما قدرت أتحمل يعني الأمومة وشغلي وهذا، ما فكرت طبعا شنو ردة فعلها، وكنت تقول لي أنت شكو بس هم رحت. كان أقول لها ليش شريتي حقها بس قولي لي. كان تقول لي لأنها عندها حساسية ما تفهم، ذبحتني أذتني. قلت لها طبعا ما تفهم لأنها ياهل. هي يعني أوكي، هي يمكن قلتي لها أن عندك حساسية لما تاكلين يصير كذي، إذا لازم احتراما لي طبعا ما أشتري ما أجيبها مكان هي فيها حساسية ضد الطعام، يعني منتهى التعذيب صراحة. هذه لازم ما يعني الأمهات يكون عندهم وعي، والآباء طبعا إذا كانوا يطلعون مع الياهل وياخذونهم برا لازم ما يكون في تفرقة. والأهم مثل ما ذكرتي تفضلتي حضرتك إنه هم يكونوا القدوة، مو أنا أشرب ودردع هالكولا قدامهم ولا أنت ما يصير، لا مو زين لأنه في حساسية. شلون هالقدوة هذه؟ طبعا أنا بس بغيت أوضح شغلة، يعني حتى بأمريكا أخذت وايد جوائز وفعلا عجبتنا. هو